بمدينة لايبزيغ الألمانية، تواصلت أشغال قمة المنتدى الدولي للنقل من خلال اجتماع مجلس وزرائه 14 برئاسة المغرب، وذلك في شخص وزير النقل واللوجستيك السيد محمد عبد الجليل. هذه الدورة تميزت في ختامها بإعلان المجلس عن انضمام مملكة كمبوديا إلى المنتدى بصفتها البلد العضو 64 في المنظمة، إلى جانب إعادة انتخاب يونغ تاي كيم سكرتيرا عاما للمنتدى لولاية ثانية. وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض خلاصات الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية النقاشات الثرية وبالغة الأهمية حول دور النقل كمحفز حقيقي للاندماج والتكامل. موضوع ديال هذه السنة هو كان كيف يمكن خلق منظومة نقل شمولية، يعني تعتني بالجميع. بالطبع طرق هذا المنتدى أيضا لمواضيع حساسة مهمة بحال السلامة الطرقية، ولكن أيضا الآثار ديال النقل على التلوث. وعلى هامش أشغال المنتدى أجرى وزير النقل واللوجستيك محادثات ثنائية مع عدد من البلدان الأعضاء في المنظمة، هي سويسرا، ألمانيا، المملكة المتحدة وإسرائيل، والتي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في مجالي النقل واللوجستيك. على هامش المنتدى قمت أيضا بواحد العدد ديال اللقاءات الثنائية مع بلدان أعضاء في الاي تي اف، نقدر نذكر منها إنجلترا، نقدر نذكر منها أيضا سويسرا وإسرائيل، وتبحث مع الوزراء ديال هاد البلدان سبل تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل واللوجستيك. وفي ختام أشغال القمة جرى تسليم رئاسة المنتدى الدولي للنقل من المغرب إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد رئاسة تم الإشادة بها عاليا، وشكلت فرصة لإبراز ريادة المملكة في مجال النقل على المستويين الإقليمي والقاري.